الأكل في الحلم معناه إيه؟ هو بتاع أكل. إيه نعم؟ أصل أنا بتاع أكل. هو الأكل إيه؟ تصنيفات كتير جدا في تفسير الرؤى والأحلام. أولاً لما نحكم الأول على الرؤية ونقول إذا كانت هي رؤية فعلاً ولا هي من حديث النفس. يعني ممكن واحد يكون جعان يحلم إنه بياكل، فدي ما تعتبرش رؤية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية ثلاث: رؤية من الله، ورؤية مما يحدث المرء نفسه، ورؤية من تحزين الشيطان. فأول ما اللي بيحكي لي الرؤية أفهم منه الأول هو الرؤية دي إيه؟ هل هي حديث نفس؟ زي المثل اللي بيقول مثلاً الجعان بيحلم بسوق العيش، هل هو فعلاً كان جعان وحلم بده؟ ونمع. أو بيفكر في نوع معين من الأكل وشافه؟ أو هو صايم وشاف نفسه بيأكل الأكلة اللي بيحبها؟ فكده بتصنف من حديث النفس، فما تعتبرش رؤية. أما الأكل اللي هو بيعتبر رؤية الإنسان ما يكونش على باله، وأنا أصنف الرؤية أنها رؤية حقيقية، فبتؤول بحسب إيه الحاجة اللي أكلها. هل هو مثلاً النوع. أكل حاجة بيحبها؟ أكل حاجة من الحاجات اللي هي رموزها سيئة في المنام؟ أكل حاجة من الحاجات اللي رموزها جيدة في المنام؟ كل ما كانت الرؤية مبشرة بتكون الرموز اللي هو أكلها جيدة، زي العيش، زي الكيكات، الجاتوهات، الحاجات المرتفعة. أما مثلاً الخضروات والفلفل والحاجات اللي زي كده بتبقى حاجات مضرة. نعم؟ الأسماك. كل ما أنتجه البحر فهو جميل. جميل. كل ما أنتجه البحر، الحاجات كلها بتاعت البحر بتبقى جميلة جداً في المنام. عشان كده أنا سامع حضرتك بتقول هتعمل جمبري ف... النهاردة بكناف. بمناسبة احنا مطقمين مع بعض. عاملين جمبري تشاو. لا هو انا علشان عندي ظروف وفاه بس، لكن بقال لله يا فندم. بقال لله. شو حضرتك بتقولي الجمبري مع الكنافه، لو حد شاف النوعين دول مع بعض، أيوة يا ترى بقى هنصنفها بالكنافه ولا هنصنفها بالجمبري؟ الكنافه ماشيه حلو، والجمبري الجمبري ماشي حلو، بس الكنافه سيئه في المنام. سيئه ليه بقى؟ سيئه في المنام. المخبوزات معظمها بيبقى فيها المرتفع، وبيبقى فيها الحاجه اللي ما فيهاش خميره. فالكنافه من الحاجات او العجائن حضرتك عارف ان ما فيهاش خميره. فلما بتيجي بتصنف على كل اللي ما فيهوش خميره ده، زي الجلاش، زي الكنافه، زي الهريسه، زي الحاجات دي، بتبقى رؤاها في المنام ارزاق بمشقه وانكاد، وممكن تكون في مشاكل على حسب سياق الرؤيه. اما بالنسبه للجمبري هيبقى ساعتها جميل جدا ومبشر جدا. طب انا دلوقتي هفسر للرائي، هل هي مبشره ولا محذره؟ ساعتها هقول له في أرزاق وهو الجمبري، لأن إحنا بنعبر الرؤية بأجمل ما فيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بأنها نعبر الرؤية بأجمل ما فيها. فهنفسرها إزاي بقى؟ هنقول له أرزاق حلوة بقدر كمية الجمبري اللي موجودة، ومشاق بقدر كمية الكنافة اللي موجودة. يعني أنت هتتعب في حاجة، بس لو كانت الكنافة قليلة والجمبري كتير أصبحت الرزق بتاعك كتير على مجهود قليل. طيب لو كانت العكس كده، يعني احنا شرحنا حديث النفس، ممكن النوعين الباقيين عشان نقدر نفرق. احنا كده بنتكلم عن الرؤيه الصادقه. الرؤيه اللي من حديث النفس، وهي رؤيه مما يحدث المرء نفسه في امور بيحبها. اصحى من النوم اسال نفسي سؤالين: انا بحب الحاجه دي، انا بكره الحاجه دي. لو انا بحب الحاجه دي تبقى الرؤيه من حديث النفس، لو انا بكره الحاجه دي او بخاف منها اصبحت الرؤيه من تحزين الشيطان. علي بن ابي طالب قال ايه؟ لا رؤيه للخائف، اللي هو انسان خايف من حاجه، واحد بيخاف من الحوادث، واحد خايف على ابنه جدا، بس ما يكونش خوف طبيعي. يعني مثلا كلنا بنخاف من الامراض، بس يكون الخوف قلق بقى وفوبيا. انا خوف عندي المرض، في خوف مرض. فتصنف كده لا رؤيه للخائف، انا خايف من حاجه، فدي يجي يفسر عندي رؤيه على طول، لا انساها خلاص، دي رؤيه خائف. اذا طيب. حضرتك قلت حديث نفس، تحذير شيطان. تحذير شيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيه ثلاث: رؤيه من الله، ورؤيه مما يحدث المرء نفسه، ورؤيه من تحذير الشيطان. طب انا اعرف منين بقى انها رؤيه من الله؟ رؤيه من الله اول حاجه ليها صفات. وبتكون صفاتها يعني اولا ما يكونش بيفكر في الحاجه، صفاتها تكون قصيره. الرؤيه الجيده بتكون قصيره ولا تمحى من الذاكره. حتى لو عدى الزمن وانا ما بفسرش احلام واحد ما بهتمش بالموضوع ده، تفضل الرؤيه ملحه وفاكرها، وبتكون قصيره احداثها. لكن واحد يحلم بقى ان هو وبتتكرر ولا مش من شروطها التكرار؟ الرؤيه الصالحه لو ما ادتش الغرض منها، يعني انا مثلا انسان معرض لخيانه وحد بيخونه او بيغدر بيه او مثلا بيتلصص او بيسرق او بيعمل، وهو مديله الامان، بتفضل الرؤيه تلح عليه، تجيل لحد ما يعرف المغزى من الرؤيه، يفسرها عند معبر جيد، يا هو يكتشف ده ويعرف ان الرؤيه وصلت خلاص. واحده حد بيخونها او بتتخان، بتفضل تجيلها الرؤيه وتتكرر كتير. ده بس ما تكونش بتفكر، يعني ما يكونش الانسان بيفكر في الحاجه وتتكرر. طيب. في تكرارين: تكرار للمعرفه، لان ربنا رايد انك تعرف الامر ده وبتدور على معبر يعبرها لك، وفي تكرار للخوف، حاجه انا خايف منها فبتقعد تتكرر معايا، بس لا رؤيه لخوف. طيب حضرتك شرحتي الفرق بين الثلاثه. في لا لسه ما قلتش برضو حديث النفس. لا قلناه في الاول حاجه. لا في جزئيه من حديث النفس، ايه فايدته؟ حديث النفس ده الفايده منه ان هو بيعمل الانسان اتزان انفعالي. يعني ايه؟ انا محروم من حاجه وصحيت من النوم
حلمت بيها فحلمت بيها اي مبسوطه عادي تتزنق في علي بقى. انا شفت اللي بحبها او مثلا كلت اللي بحبه او معايا الفلوس اللي انا عاوزها فبصحى من النوم مبسوط، لكن هي اصلا